بسم الله الرحمن الرحيم. هنعمل ان شاء الله مقبلات سريعة من الخبز واللحمة المفرومة. عندنا رغيف عيش شامي او خبز مسطح على حسب ما احنا عايزين، وعندنا حوالي 100 جرام من خلطة اللحمة المفرومة. وخلطة اللحمة المفرومة دي هي نفس الخلطة اللي عملنا بيها محشي البطاطس، والرابط بتاع الطريقة هتلاقوه موجود في صندوق الوصف تحت الفيديو. بعد كده هناخد نص كمية اللحمة اللي عندنا وهنفردها كويس على الرغيف. بعد كده هنرش عليها رشة من الجبنة الرومي المبشورة ناعم او جبنة موزاريلا على حسب ما احنا عايزين، وهنضغط عليها كويس. بعد كده هنلف الرغيف بالشكل ده ونضغط واحنا بنلف كويس، وبعد كده هنقطعه بالحجم اللي احنا عايزينه. بعد كده هنرصهم في صينية نكون دهنينها كويس بالزيت، وهنرش عليهم رشة زيت، ونكون مسخنين الفرن على درجة حرارة 220 وهندخلهم على الرف الأوسط. وخلاص كده خلصت معانا، وهتاخد معانا في الفرن حوالي من 10 دقايق لربع ساعة. جربوها وإن شاء الله هتعجبكم جدا.